جميعاً، إن شاء الله الكل بخير. اليوم رح نعمل معاكم وصفة جديدة وهي طريقة اسكالوب الدجاج. إن شاء الله تكون طريقة سهلة عليكم. أول شي رح نعرفكم، هون عندنا المكونات. عندنا دجاج 500 غرام، عندنا هون التوابل. أول شي عندنا هون بصلة فارمينها مع 2 ثوم، عندنا ليمون شي ليمون أو نص، عندنا هون دبس فليفلة، وعندنا بابريكا يعوضها عنه. هون عندنا ملح، عندنا فلفل، وعندنا زنجبيل معلقة معلقة. أول شي راح نبلش نقطع معاكم. أول شي راح نقطع معاكم الصدور بالشكل. نشيل الزوائد عشان نرتب شكلها، لازم تكون يعني رقيقة شوي. هالشكل هذا تكون هيك مقطعات. نساوي شكلها هالشكل، والله تدناها. هاي كل الكمية. هلا قبل التتبيل راح ندقه معاكم عشان ترفع الشرحات شوي. هنغطيها نحط كيس نايلون، واي شغلة عندكم دقوها. راح اعملها بالسكين اليوم. ترفع معانا نشوف. راح نخلص الكمية وارجع لكم. هاي خلصنا كل الكمية، هون دقيناها وخلصنا. راح نبلش نحط التوابل. اول شي معانا البصل، هون عندنا بصل وثوم، هتكون كمية زينة. معلقة من البابريكا او دبس الفليفلة يكون بارد. هاي التوابل. عندنا الليمون، نخلطها كلها مع بعض. هاي
ونحط فيها الشرحات. ترى نحط كل الكمية مشان نقعها بالخلطة هاي. نقلبها مشان كلها تتغطى بالخلطة. راح نخليها بعد ما خلصنا راح نخليها ترتاح ساعة، بعدها نرجع المرحلة اللي بعدها. هاي رجعنا لكم بعد ما طلعنا هون عندنا قطع الدجاج، طلعناها ونشفناها من التبلة، نشفوها زين من التبلة. هون عندنا التغطية تبعيتها راح نعرفكم عليها. هون عندنا 3 بيضات معاهم معلقة من الفلفل صغيرة. عندنا هون طحين وعندنا بقسماط راح نغلف بيها الدجاج. وانا اول شي راح نخفق البيض. ورا نحط معلقة صغيرة من الملح نخفقه كله بالشكل. اول شي اول قطعة نحطها بالطحين شوي، بعدين نحطها بالبيض بالشكل نغطسها. نحطها بالبقسماط نغلفها اخر شي بالبقسماط. الشكل نحط واحدة ثانية طحين بعدها نحطها هون بالبقسماط الشكل هذا. راح اخلصها كلها ونرجع لكم. هاي هون رجعنا لكم، راح تقلي معاكم سكالوب. هون عندنا الزيت لازم يكون غزير وحامي، خليها تبدأ تاخذ لون ونقلبها على الجهة الثانية. هاي عندنا هون طبقنا سكالوب صار جاهز. هون خلينا معاه بطاطا، قدموا لنا معاه البطاطا. ألف صحة وعافية، إن شاء الله تجربونا ويعجبكم. السلام عليكم.